بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية مع النص السماعي الأول رئة الأرض، الصفحة 166 من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. النص السماعي الأول رئة الأرض، السمع وأفهم، ألاحظ المشهد وأعبر عما أراه فيه. إذن في هذا المشهد نلاحظ غابة يوجد بها مجموعة من الأشجار والطيور والحيوانات، هناك غنم، هناك بقر وأرانب وسلاحف، وهناك أطفال يجمعون النفايات أبرز العلاقة بين المشهد والعنوان. العنوان رئة الأرض، وهنا نلاحظ الغابة، يعني هناك علاقة ترابط وتكامل بين المشهد والعنوان، لأن الغابة تعتبر رئة الأرض لأنها تساهم في تلطيف الجو، ويعيش فيها مجموعة من الحيوانات، وهي وطن للحيوانات، وهي مكان للفسحة والنزهة. بعد سماعي للنص أحدث أصدقائي عن فوائد الأشجار. إذن سوف نستمع للنص ثم بعد ذلك نتحدث عن فوائد الأشجار. النص السماعي الأول رئة الأرض. الغابات فضاء مختلف التضاريس، مساحتها تغطي جزءا مهما من مساحات أرضنا، تفرش بساطها الأخضر، وقد تشابكت أشجارها وتكاتفت وتنوعت واصطفت كأنها جوق يحيي عرس الطبيعة. لقد ارتفعت أعناقها تطاول حد السماء، فهي حضن دافئ لمختلف الحيوانات وسحر تتراقص على ألحان طيوره أغصان الأشجار. تشكل أشجارها سدا منيعا في وجه الريح، فتمتص الغبار وتنقي الهواء من التلوث وتخلصه من الغازات السامة وتلطفه لتجعله صافيا لطيفا، وتخفف من سرعة الرياح، وهي درع حصين يمنع زحف رمال الصحراء إلى ضفافنا الخضراء، كما أنها تمنع تدهور التربة وتآكلها وتحمي ينابيع المياه. لم يحسن الإنسان التعامل معها، فاستثمر أخشابها في شؤون حياته المختلفة بطريقة عشوائية، وتركها عرضة للنيران، واستبدل أراضيها بمبان إسمنتية فالتهمتها بلا رحمة أو شفقة، وباتت الاستفادة منها غير منظمة. تحاول الغابات تجديد مواردها لترتسم على محياها من جديد ملامح النضارة. هيا يا أصدقائي ويا صديقاتي، نعمل معا على حمايتها كي تبقى في حياتنا رمزا للجمال ومصدرا للخير والعطاء. وليكن شعارنا غرس الأشجار ورعايتها وحمايتها من أي اعتداء واجب علينا جميعا القيام بها. إذن يمكن أن نتحدث عن فوائد الأشجار بأن لها فوائد كثيرة، فمن خلال النص فإن هذه الغابة فإنها تساهم في تنقية الهواء من التلوث، كذلك تعتبر سدا منيعا في وجه الريح وتمتص الغبار، وكذلك تخلص الهواء من الغازات السامة وتلطفه لتجعله صافيا لطيفا، كذلك تخفف من سرعة الرياح، وهي درع حصين يمنع زحف رمال الصحراء إلى ضفافنا الخضراء، كما أنها تمنع تدهور التربة وتآكلها وتحمي ينابيع المياه.
أنظم مع أصدقائي وصديقاتي ندوة نتحاور فيها حول أهمية الغابة وكيفية حمايتها. إذن هنا يعني سوف يقوم مجموعة من التلاميذ ب يعني تنظيم ندوة يتحاورون فيها حول أهمية الغابة وكيفية حمايتها. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.